بشكر قاعة سراي جدا وقاعة ايروس جدا ورامي صفوت بالذات، يعني راجل محترم جدا وتنظيم عالي جدا، ومجدي وعبدين وكلهم ناس محترمة جدا، واستاذ عبد الوهاب كمان مدير القاعة راجل ذوق جدا جدا، ومتشكر جدا على اليوم الجميل، ربنا يخليكم يا رب. بجد انا مبسوطة جدا جدا النهارده، والسيرفس تحفة وكل حاجة مبسوطين بيها قوي النهارده. رامي صفوت عم العالم.